بالرغم من تجميد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعديلات القضائية لاحتواء الغضب الشعبي، استؤنفت اليوم في تل أبيب الاحتجاجات بمشاركة شعبية كبيرة، ويطالب المتظاهرون بإلغاء التعديلات القضائية نهائيا بدلا من تجميدها. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مدير مكتب الشرق محمد ضراغم. أهلا وسهلا بك معنا محمد في هذه النشرة. إذن ما الجديد الآن؟ عادت يعني المسيرات المناهضة لقرارات نتنياهو مرة أخرى إلى الشارع، كيف يبدو الوضع محمد؟ نعم، رغم سلسلة المواجهات الأخيرة والاشتباكات والعمليات التي وقعت في إسرائيل أو في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية والتوتر في القدس، إلا أن منظمي المظاهرات الأسبوعية في تل أبيب واصلوا وبزخم كبير أيضا مظاهراتهم، ودعوا ليس إلى وقف هذه المظاهرات بسبب الأوضاع الأمنية، بل على العكس استغلال الأوضاع الأمنية لمزيد من التظاهر للإعراب عن رفضهم لهذه الحكومة، حكومة نتنياهو، قائلين بأن نتنياهو وقع فريسة سهلة في أيدي متعصبين متطرفين هواة يسعون إلى إشعال المنطقة، يسعون إلى الحرب رغم أنهم لم يخدموا في الجيش، يؤثرون على الاقتصاد رغم أنهم لا يعملون وهم من طلبة المدارس الدينية. لذلك هذه الأحداث الأخيرة يبدو أنها عززت من توجه المعارضة لمزيد من الاحتشاد في الشارع ورفع الصوت والمطالبة بوقف ما تسمى الإصلاحات القضائية التي يرون فيها انقلابا على الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية وحقوق الأقليات وعلى دور القضاء ودور القضاء المستقل الخاصة محكمة العدل العليا وتغيير لوجه إسرائيل. لذلك هذه المظاهرات تواصلت، اتبعت تكتيكات جديدة، منها على سبيل المثال عدم إغلاق الشوارع الرئيسية بسبب الأوضاع الأمنية، حيث وقعت عملية أو هجوم فلسطيني أمس في تل أبيب، لذلك دعوا هذه الليلة إلى عدم إغلاق شوارع كما دأبوا عليه في الأسابيع الماضية. هنالك سجالات بين الحكومة والمعارضة حول هذه المظاهرات، الحكومة تدعو المعارضة إلى إسكات صوتهم والتركيز على التحديات الأمنية الكبرى، بينما ترى المعارضة أن هذه التحديات الأمنية الكبرى تتطلب حكومة قوية ليست رهينة في أيدي من تصفهم بالغير ناضجين والهوى في السياسة وفي الأمن. لذلك طيب رأينا أن هذه المظاهرة كبيرة وواضح أن الأحداث أعطتها زخما. هذه المظاهرات بالفعل كانت قد دفعت نتنياهو إلى تجميد هذه التعديلات القضائية، الآن هل تتوقع أنها تكون ناجحة في عملية إيقاف هذه التعديلات نهائيا؟ أيضا من جانب الحكومة، هل هناك أي ردة فعل من جانب الحكومة تجاه ما يحصل في الشارع في ظل هذه الأوضاع السياسية وأيضا العسكرية الغير مواتية لمثل هذه المسيرات؟ واضح بأن المتظاهرين ومنظمي المظاهرات يدركون حجم الخطر المحدق بدولة إسرائيل من هذه التغيرات، يدركون تماما أن دولة إسرائيل ستتغير كثيرا، ستكون ليبرالية أقل، دينية أكثر، ستكون أقل دولة إنتاجيا، وستكون أكثر تعاني من مشاكل في الاقتصاد وفي كل مفاعيل العملية الديمقراطية. لذلك واضح أنهم مصممون إدراكا منهم بأن تجميد التغييرات القضائية لا يكفي، على العكس يريدون الذهاب بعيدا، يريدون يعتبرون أن التجميد هو تراجع تكتيكي من قبل الحكومة، وفي حال الركون إلى ذلك والعودة إلى البيوت فإن الحكومة ستستأنف. لذلك يواصلون الضغط، يواصلون دفع الحكومة وحشرها في الزاوية من أجل إلغاء هذه التغييرات القضائية. من ناحية المعارضة، المعارضة واضح بأن نتنياهو لديه معضلة كبيرة، فمن جهة هذه التغييرات هي الشيء الوحيد الذي سينقذه من ملفات الفساد الثلاثة المحدقة به والتي تهدد بالإطاحة به وبإنهاء مستقبله السياسي.
ومن جانب آخر يرى توصيات الجيش، توصيات المؤسسة الأمنية، توصيات المجتمع الدولي الداعية إلى وقفها، لكنه رهين فيما يبدو للقوى المتشددة المحيطة به والتي تشكل خشبة الخلاص الوحيدة له من هذه المعضلة. إذن لك جزيل الشكر الزميل محمد راغمة مدير مكتب الشرق في القدس، شكرا جزيلا لك.